ما تم تحقيقه من نجاحات في الفترة الأخيرة في قطاع البترول والغاز في مصر، فبنهنئهم. وكذلك نحب نقول إنه إحنا شفنا شركة شيل فازت بخمس قطاعات ما بين الهيئة وما بين إيجاز، ومعها شركة بتروناس الماليزية، وده أيضا خطوة كبيرة من فترة ما كانتش شيل دخلت في مزايدات. فالحقيقة بنهني شركة شيل مرة أخرى وبنهني بتروناس لهذا النجاح. شكرا. شركائنا التقليديين طبعا شركتي إني وبي بي، معانا في إيجاز وفي الهيئة. في إيجاز دخلوا مشتركين مع بعض بي بي وإني في قطاع، وفي الهيئة دخلت إني في قطاع عملت فيه نجاح واكتشاف قريب من هذا القطاع العام الماضي، وبالتالي ده امتداد للنجاحات والشراكات اللي عملوها معانا على مدار السنوات اللي فاتت، فبنهنيهم مرة أخرى. وبنهنئ طبعا شركة نبتون انرجي، وبنهنئ شركة ميرون الفيوم، وزي ما بنقول الشركة العامة الشركة الوطنية في هذا الأمر. الحقيقة ان احنا نقدر نقول انه مجموع او الحد الأدنى للاستثمارات والتزام استثمارات في هذه الاتفاقيات ان شاء الله التي سيتم الشراكة